بلشت قصتي بالحساب الذهني من أنا كنت شاطر بالرياضيات كتير، يعني لدرجة أنه نروح مثلا نشتري أغراض، هالحكي أنا وصغير أحسب بسرعة يعني قبل البيع، حتى صاحب المحل يعني اللي ما شاء الله عليك ما شاء الله تبارك الله أنه أشو هالموهبة اللي عندك. فأنا كبرت ومشاغل الحياة، وفاة والدي كنت بسن صغير، فهاي الموهبة مع الوقت خلينا نقول مثل ما يعني ما اندثرت، هي موجودة بس يعني خفت شوي. وتعلمت وعملنا الدورة وأخذت الشهادة الحمد لله، يعني حتى أثناء نحن الدورة يعني الأنسة همسة كانت اللي ما شاء الله، يعني انه قديش عم تتدرب حتى انه عم توصل لهي المرحله، يعني كنت مثلا تقول السؤال فورا نحل، يعني اصابع ابكوس سربان فورا يعني بسرعه، فهذا الشيء كان جدا يحفزني لقدام. دخلت مسابقه دوليه بالحساب الذهني للهيئه الدوليه لعلماء التنميه البشريه، ترخيص فرنسي. هاي أول سنة أنا كنت بدخل مسابقة وطلعنا مراكز أولى الحمد لله، لأنه أنا دربت أطفال، هؤلاء الأطفال دخلوا على المسابقة وكان شيء جدا رائع، وبالنسبة لإلي ولحتى المدربين يلي معي تدربوا كمان كان شيء كتير عظيم وإنجاز حلو كتير، لأنه أنه أنت بسنة واحدة مثلا عملت شيء كبير، تمام، او خلينا نقول كبير بنظري انا، انه انا دربت اطفال ودخلت مسابقه عالميه بمشاركه اطفال من جميع الدول. يعني السنه اللي بعدها كمان طورت من قدراتي. فانت هون بهي المرحله لازم تشتغل على حالك، يعني انت كل ما دربت اطفال اكثر كل ما زادت خبرتك اكثر. يعني بالاول مثلا قد تفتح دليل او تفتح المرجع اللي انت تعلمت منه، لا بعدين بتوصل لمرحله لا انا خلص بس فوت على الصف وبكتب التمارين وبكتب القواعد. هذا شيء لهلا بحز بالقلب طبعا، انه انا راح واهلي الله يرحمهم ويرحم جميع شهداء الزلزال ويرحم والدي كمان، وانا بشكر كل حدا وقف معي وامن فيني وبقدراتي، وبشكر نفسي انا انه انا مريت بهالحياة كلياتها ومريت بهالصعوبات والحمد لله يعني تخطيتها كلياتها والحمد لله.